نروح بقى لحبايبنا الرجاله، حبايب قلبي عشان ما يزعلوش. ايه الحاجات لو انت كراجل شفتها في الست، ايه الريد فلاجز اللي شفتها في البنت اللي انت مرتبط بيها دلوقتي او خطيبها دلوقتي او داخلين على جواز، لو دي علامات مريبه فيها شك وريبه ريد فلاجز، انا بقول لك لف وارجع تاني وما تكملش في الارتباط ده. ايه الحاجات اللي بيلاقوها في البنت او الست فتقولي له لا؟ عايزه اقول لك بقى حاجه. الست لما بتبقى توكسيك، ممكن الستات اقل، بس لما بتبقى عايزه تبقى توكسيك بتبقى قفشة بكتير من الراجل. ليه؟ لان ظروفها كست تؤهلها ان هي تتلاعب باللي قدامها، زي مثلا انه ما تردش عليه فتره فهو مش عارف هي بتتقل ولا لا، او مثلا طول الوقت الست دايما من حقها تتقل. فممكن واحد يبقى جد جدا وكويس جدا وعايز يتقدم يخطبها، يقول لها عايزه اخطبك، تقول له استنى افكر وتسيبه بقى عرفه. يعني هي ممكن تكون بتفكر في حد تاني، فقاعده تقارن بين الاثنين للابد بقى، وتستغله بقى وطلبات وساعدني في كذا واعمل كذا، فهو يعني هو فاكرها بتفكر، لانه هو عمل كل اللي عليه. ف يعني الستات فظيعه في الموضوع ده. حاجه تانية يعني ممكن تكون هي اتجرحت في علاقه قبل كده فتعلمت بقى ان هي ما تبقاش راميه نفسها قوي، بس بتقفر بقى. لا هي عارفه ان هي مش عايزاه، لو هي توكسيك هي متاكده ان هي مش عايزاه. يعني هي بس عارفه، بس هي مثلا بتحب حد تاني، مش عايزها او مش متاكده ان هو هيخطبها، فقالت لك الجد ده بتاع الخطوبه ده استنى نسيبه هنشوف بس نغيظ بيه التاني. لو هي توكسيك هتبقى بتعمل حاجات كتير قوي، يمكن لو راجل عمل نصها بنبقى زعلانين منه جدا يعني. صح. ايه كمان موضوع ان هي مثلا تستغله ماديا، لانه الراجل المفروض ان هو بيحتوي الست. شفنا جرائم قتل بسبب الانتقام العاطفي، ان هي يعني استغلته واستغلت عواطفه واستغلت فلوسه، وكان بيشتغل بدل الشغلانه اتنين وتلاته عشان يقدر يديها ويبسطها، وبعد كده ما تسيبه تروح لواحد تاني، فدي بتخلي فيه غليان عند الراجل. لا، وبعدين في بنات فعلا اول ما بتتخطب مثلا لازم موبايلها يبوظ. ده اساسي. الراجل من دول يقول لك ايه، انا يا دوبك لسه تاني يوم اعرفها ولا تالت يوم، اصل انا موبايلي وقع وباظ او ضاع او كده. فعيب قوي الحركات دي بقت مكشوفه يا بنات. لا، الا لو هو عايز يجيب لها بمزاجه، طبعا هو حر يعني براحته لو هو كريم، بس لو هي فكره التلاعب دي لما بتبقى عند المراه بتبقى زياده قوي، اللي هو معلش انا مش عارفه اكلمك عشان موبايلي باظ، فلازم هيجيب موبايل فتتقل عليه عشان يعيني الموبايل باظ، فتضطروا يجيب لها موبايل. فدي ست استغلاليه وبتاعت مصلحتها، زي الراجل المصلحجي. دي أسوأ، لانه الراجل المصلحجي بيبان قوي والناس كلها بتقول لها لا، لكن دي لا، الناس هتقول له انت الراجل فلازم تجيب. ده الطبيعي ان انت اللي تصرف وكده. ايه تاني في العلامات؟ لو هي غير مستقره عاطفيا، خلاص هما مخطوبين او حتى متجوزين، بس هي غير مستقره عاطفيا، هتيجي كل شويه تقول له انت ليه ما بتهتمش بيا، وتشجعه ان هو يقرب منها ويهتم بيها اكتر. وبعدين لما يهتم بيها تقول له لا معلش مساحتي الشخصيه انت كده بتخنقني. انا بشوف حته مساحتي الشخصيه دي عند الرجاله. لا، انا عايز ماي سبيس ومساحتي الشخصيه وكده، لكن بنت تقول له انا عايزه مساحتي الشخصيه دي ما بشوفهاش قوي بصراحه. في بعض الشخصيات الغير مستقره عاطفيا وهي مش عيب، دول برضو اللي هم الخطر اللي هي بتلعب برضو بيه. هي مش عارفه هي عايزه ايه، هي اصلا متردده، بس سايباه موجود طالما بيهتم بيه في الاوقات اللي انا عايزاها. يا ساتر. والشك بقى، تاني الشك اكتر حاجه توكسيك الستات بتعملها، لانه فكره ان بني ادم يعيش طول الوقت وموبايله بيتفتش، هو بينام ايده على البصمه مش عارفه عربيته بتتفتش. ممكن في ستات يوصل بيها الحال ان هي تحط مثلا جهاز تتبع في عربيه جوزها، يعني دي حاجه توكسيك، دي حاجه بتقلل من كرامه الشخص اللي قدامه. بس انا بشوف ان الست ما بتوصلش للمرحله دي من الشك غير لما بتتعرض للخيانه اكتر من مره، او هي بتشوف علامات وريد فلاجز في حياتها بتقول ان الشخص ده مش مظبوط. يعني معظم الناس اللي راقبت، ما هي معظمهم اتطلقوا على فكره، ومعظمهم الستات هي اللي طلبت الطلاق. يعني هي اللي راقبت وهي اللي اتضايقت وهي اللي اتجرحت وهي اللي اتظلمت وهي اللي طلبت الطلاق واتطلقت. لكن انا بحس ان الغيره، الحب الحقيقي لازم يبقى فيه غيره. ما هو في فرق بين الغيره والشك. ما هو الغيره بقى لما الاقي الغيره قوي على تصرفات غلط بتولد شك. ما لما جوزك يقفل تليفونه مثلا باليوم وتبقيش عارفه عنه حاجه، ما اكيد في حاجه غلط. انت عارفه امتى هيصحى وامتى هينزل الشغل وامتى بيرجع البيت، لان الست ما بتغيرش كده للو للوطن. لا، في ناس بتغير للو للوطن او يعني بتقلد. يعني هي شافت صاحبتها جوزها خانها، فتبدا تشك في جوزها اللي هو وافي.
اصلا كتر الشك بيخلي الراجل يحس ان ايه، مش انا كده كده بتحكي كده كده غلطان مخون بقى بجد. يعني وبعدين حتى لو هو بقى وافي بسبب الشك الزياده ده، في حاجه مشروخه جواه. يعني احيانا ممكن تحرجه قدام صحابه، تطب عليه في الشغل فجاه، هو في حاجه بتتشرخ جواه كراجل. وخلينا صراحه، لو راجل هو اللي بيعمل كده في مراته وماسك موبايلها بيفتشه في مجتمعنا هنقول عليه ايه؟ بيحللوها عادي، يعني يقول لك ده راجل وغيران على مراته ومن حقه، ده راجل من حقه يعمل اي حاجه، مع ان انا بقول لا، مش من حقه يفتش في شنطتها ولا في موبايلها ولا اي حاجه خالص، ولا هو ولا هي. لكن يعني لو حد بيخون ربنا هيكشف لها لوحدها، يعني هي هتعرف بشكل ما احسن من كده واهدى من كده.